تحية طيبة مشاهدي الكرام، وأهلا بحضراتكم إلى حلقة جديدة من برنامج نبض الاقتصاد، وفيها حصاد قطر الاقتصادي خلال العام 2017. يمر العام 2017 حاملا معه ملامح مرحلة قد تكون الأهم على صعيد الاقتصاد القطري، لما حملته من مصاعب كبيرة جراء الحصار الجائر. لكن يبدو أن تداعيات هذه المرحلة على الاقتصاد القطري شكلت منعطفاً كبيراً في تغيير الفهم العام لما يجب أن يكون عليه واقع العلاقات الاقتصادية، كما غيرت مفهوم موازين القوى في حجم التبادل التجاري بين قطر والعالم، فضلاً عن دورها في خلق أعظم فرص للاستثمار بالنسبة للقطاع الخاص المحلي. نعم مشاهدينا الكرام، اليوم بوصلة الاقتصاد القطري غيرت وجهتها واستطاعت الخروج من إرث اقتصادي خليجي قيد حركتها طوال سنين مضت، وأثبتت الأحداث أن الاعتماد على دول الحصار. حصار قطر كلمة السر في نجاح الدولة في بناء منظومة اقتصادية قادرة على مجابهة أهلك الظروف، وقادرة أيضا على سد احتياجاتها من خلال مواردها. أهلا ومرحبا بكم إلى حصاد قطر الاقتصادي خلال عام 2017، نركز فيه على أبرز إنجازات الدولة خلال هذا العام. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حدد وجهة الاقتصاد القطري خلال شهور الحصار، وأوعز للحكومة بآلية التصرف بناء على احتياجات الدولة، مع التركيز على إشراك القطاع الخاص القطري في جميع المشاريع وإعطائه الفرصة الكاملة للمشاركة في المشاريع الداخلية، مع وضعه لخارطة طريق لجميع الهيئات والمؤسسات في سبيل خدمة المواطن والمقيم. من منطلق إدراكنا بوجود وضع جديد لا بد من التعامل معه، فإن استراتيجيتنا في مجال تحسين الاقتصاد الوطني يجب أن ترتكز على ما يلي: أولاً، الانتهاء من التشريعات والمراسيم اللازمة لتسهيل الاستثمار وتقليل البيروقراطية وتطوير النظام البنكي بما يتوافق مع المهام الكبرى التي نواجهها في المرحلة الجديدة من بناء الاقتصاد والدولة. ثانياً، الانتهاء من مشاريع الأمن الغذائي والمائي خلال مدد زمنية محددة، وتطوير صناعات وخدمات جديدة ضرورية لمجابهة أي طارئ، وفي تنفيذ الإنشاءات وتلك الضرورية لصناعة النفط والغاز. ثالثاً، التوسع في العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة وبناء علاقات ثنائية جديدة. رابعاً، استكمال مشاريع البنى التحتية الجاري تنفيذها حالياً، وكذلك مشاريع كأس العالم 2022 بما يتناسب مع خطة التنمية الوطنية ورؤية قطر. خامساً، تطوير الموانئ البحرية والتوسع في عقد اتفاقيات مع شركات النقل البحري العالمية لربط موانئ قطر مباشرة بالموانئ العالمية،
وتعزيز قدرات شركة الطيران القطرية في الشحن ونقل الركاب. سادساً، الإسراع في تنفيذ استراتيجية السياحية بموجب جدول زمني. سابعاً، تشجيع القطاع الخاص على الخوض في هذه المجالات وتيسيرها له، ولكن على القطاع الخاص أن يدرك أن عليه أيضاً مسؤولية تجاه بلده. أظهر الاقتصاد القطري أداءً مرناً منذ بدء الحصار، أما مؤشرات الاقتصاد الكلي بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي والتجارة ورصيد الحساب الجاري والتضخم فهي في منطقة الأمان، حيث شهدت الصادرات والواردات ارتفاعاً مستقراً خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري 2017. استلهمت قطر منذ عدة سنوات آفاق سياساتها الاقتصادية من الرؤية الراسخة والتوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة الرامية إلى إرساء اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. الاقتصاد القطري اقتصاد متنوع، اقتصاد قوي. مثلاً على سبيل المثال، قطر تعتبر هي أكبر مصدر للغاز المسال LNG في العالم، أكبر مصدر للجيتيل في العالم، أكبر مصدر للهيليوم في العالم، ومن أكبر مصدرين البتروكيميكال في العالم. وشهد الاقتصاد القطري نمواً متسارعاً في السنوات الست الماضية تعتبر من الأعلى في المنطقة، وتوقع صندوق النقد الدولي نمواً 2.5% هذا العام للاقتصاد وسط تباطؤ نمو اقتصادات الخليج، ليرتفع إلى 23% في العام القادم. من جهته توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد ب 3.7% العام القادم وارتفاع إجمالي الناتج المحلي إلى 180 مليار دولار أمريكي. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية على أهمية التركيز على الاقتصاد القطري، حيث سيتم إطلاق مبادرات مختلفة وتقديم الدعم للنهوض بالقطاع الخاص. كما تسعى الدولة إلى تحقيق الرخاء والرفاهية والتنمية المستدامة للشعب القطري عبر تحقيق رؤية 2030 والخطط الاستراتيجية الوطنية المرتبطة بها، حيث استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادي متميزة وإنجازات تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية. ورغم الضغوطات التي واجهت البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة، فقد ارتفع حجم موجودات البنوك لأعلى مستوى لها خلال الفترة الماضية، وتم دعم الميزانيات العمومية للبنوك من خلال ضخ السيولة التي قام بها مصرف قطر المركزي، لترتفع موجودات البنوك إلى 1,336 مليار ريال بنهاية سبتمبر الماضي. وتتمتع دولة قطر بأعلى التصنيفات السيادية عالمياً، حيث منحتها وكالتي فيتش وستاندرد أند بورز تصنيف AA- كنظيرتها فرنسا وبريطانيا، وحافظت على تصنيف AA3 عند وكالة موديز متفوقة على كل من اليابان والصين ومعظم الدول العربية. قطاع النقل في قطر قطاع حيوي نابض بالحياة، ويشهد يوما بعد يوم تطورات متلاحقة. مشاريع النقل تمثلها مجموعة من الركائز، منها ميناء حمد، ومنها الخطوط الجوية القطرية، ومنها أيضا مشروع الريل، فضلا عن مشاريع الطرق والجسور والأنفاق. رؤية قطر في مشاريع النقل واستراتيجيتها تريد من خلالها لعب دور رئيسي في مجال النقل العالمي ولخدمة أهدافها الداخلية المتمثلة في تنويع اقتصادها. في خطة رئيسية راح نطبقها في 2019-2020 بعد ما تكتمل البنية التحتية. 2019 راح تشوف معظم هذه المشاريع مكتملة، ومن ثم وزارة المواصلات راح تعمل خطة اللي هي خطة النقل مرة ثانية، إعادة خطة النقل وتقسيم الشوارع ودراسة فعلية لاحتياجات دولة قطر في وجود
منظومة المترو تكون شقالة ونعيد الاستراتيجية كاملة، ومن ذلك نخرج بخطة ثانية راح تنفذ على فيس ثاني، لأن راح تكون معظم الشوارع مثبتة ولا تحتاج لشوارع إضافية يعني في الدولة، مجرد تحسينات مرورية احنا نقول عنها، لكن إن شاء الله في القريب العاجل ستجرى تحسينات وتعديلات مرورية كبيرة جدا في دولة قطر، خصوصا في شارع البستان اللي يربط شارع موازي ل 22 فبراير، راح يخفف الزحمة، راح يخفف، فإن شاء الله هذه المشاريع تمشي على قدم وساق وبتشوفها على بعينك المجردة على الطبيعة. آخر المشاريع التي تم تدشينها هي ميناء حمد، واحدا من أكبر موانئ الشرق الأوسط والذي سيكون نافذة قطر على الملاحة البحرية العالمية. مسيرة 7 سنوات وأكثر من العمل المتواصل للخروج بواحد من أكبر موانئ الشرق الأوسط وأكثرها حداثة، مرفأ سيساهم بمرافقه المتعددة في إتاحة المجال الواسع للقطاع الخاص لخوض غمار الاستثمار في ميادين الصناعة المخصصة للتصدير وإعادة التصدير. من البحر إلى المجد، قصة الأجداد وملحمة الكفاح. على خطاهم اليوم يمضي الأبناء نحو نهضة تنموية شاملة ومسيرة صمود ونجاح تتوالى فيها الإنجازات وتشهد فيها قطر عصراً جديداً من التجارة العالمية. تدشين ميناء حمد رسمياً الإطلالة الأكبر للدولة على البحر وبوابتها نحو أكثر من 150 وجهة بحرية حول العالم، والمرجح لاستحواذ 35% من إجمالي تجارة منطقة الشرق الأوسط العام المقبل. الحمد لله، يعني أولاً هذا الميناء أدى دوره حتى في خلال الحصار وكان دور ناجح جداً، وأيضاً خدم في إيجاد وسائل بديلة ومواصلات بديلة إلى موانئ العالم أو الموانئ الإقليمية، وتحمل كثير من الجهد في مسألة التجارة البينية بين دولة قطر ودول المنطقة، وأدى إلى أن هذا الحصار تقريبا فشل. المرونة في مواجهة التحديات مكسب آخر للميناء يلوح في الأفق، لا سيما أنه يتسم بالبنية الحيوية المطلوبة لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية، حيث تصل قدرته الاستيعابية إلى 7.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، وتفوق مساحته 28 كيلومترا مربعا، بينما يبلغ طول حوضه 4 كيلومترات بعرض 700 متر، ويصل عمقه إلى 17 متر
مترا، كما يضم برجا للمراقبة بطول 110 أمتار، ويوفر محطات للبضائع العامة وأخرى لاستقبال السيارات وأخرى للمواشي، ومحطات لسفن أمن السواحل والدعم والإسناد البحري مدعومة بأحدث أنظمة التكنولوجيا العالمية. صرح اقتصادي ومرفأ بحري ونموذج في صناعة الموانئ يؤسس إلى مرحلة جديدة من التميز والريادة، شق طريقه بثبات نحو تحويل البلد إلى مركز تجاري عالمي وتحسين قدرته التنافسية، كما سيكون له الدور الأبرز في زيادة حجم التبادل التجاري بين قطر ومختلف دول العالم ودعم المخزون الاستراتيجي للدولة من الغذاء والدواء وتطوير الصناعة المحلية، فضلاً عن مساهمته في تخفيض كلفة الاستيراد ومن ثم خفض الأسعار. مطار حمد الدولي نافذة قطر الجوية على العالم، استطاع وخلال فترة وجيزة من افتتاحه في العام 2014 من تحقيق مراتب متقدمة في عالم السفر العالمي، آخر الألقاب المحققة أفضل مطار في الشرق الأوسط من جلوبال ترافيلر. اليوم هذه التحفة المعمارية والصرح الملاحي يتصدر مطارات العالم من حيث الفخامة والخدمات ذات الخمس نجوم، فضلا عن كونه مرفقا ترفيهيا للمسافرين. مطار حمد الدولي ذراع قطر الممدودة إلى العالم ومنفذها الجوي المساهم في نهضتها القادر على تلبية كل احتياجاتها عبر الأجواء العالمية المفتوحة بترحاب للطيران القطري والعالمي، حيث يعد من أهم المراكز اللوجستية وذو موقع استراتيجي هام بين ثلاث قارات. مطار حمد الدولي من أكبر المطارات في العالم، تم تشييده على مساحة إجمالية تجاوزت 24 ميل مربع، حيث أن مساحة المبنى الرئيسي تعدت 350 ألف كيلومتر مربع، وهي مساحة ضخمة إذا ما قورنت بالمطار القديم. رقمياً يتضمن المطار 96 نافذة للجوازات و29 بوابة إلكترونية للدخول والخروج وقدرة استيعابية تصل إلى 50 مليون مسافر و320 ألف عملية إقلاع وهبوط. ومؤخراً حاز مطار حمد الدولي على جائزة سكاي تراكس 2017 كسادس أفضل مطار عالمي وأفضل مطار في الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي، بالإضافة إلى عدة جوائز عالمية، إذ أصبح المطار الوحيد في الشرق الأوسط الحائز على تصنيف خمس نجوم من جوائز سكاي تراكس العالمية. كما يخدم المطار الذي افتتح عام 2014 نحو 30 مليون مسافر سنوياً، وبإمكانه استيعاب حركة 100 طائرة في الساعة على مدرجاته المزدوجة، وهذا ما يعد جزءاً أساسياً من استراتيجية التنمية الوطنية التي تواكب رؤية قطر الوطنية 2030، وفقاً لسعي قطر في أن تكون ملتقاً بين الشرق والغرب.
الخطوط الجوية القطرية والتي صنفت خلال العام 2017 بأفضل خطوط طيران في العالم من مؤسسة التصنيف العالمية سكاي تراكس، والتي تشتهر بأنها جائزة الأوسكار في قطاع الطيران. كما حصلت الخطوط القطرية على جائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم، وجائزة أفضل خطوط طيران في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل صالة انتظار لمسافري الدرجة الأولى في العالم. اليوم أثبت هذا المشروع أهميته باعتبار أنه شكل سداً منيعاً لقطر أمام الحصار، وفي مساهمته الكبرى في سد احتياجات الدولة. طائرة جديدة تنضم إلى الأسطول الضخم للخطوط الجوية القطرية، هي واحدة من أكبر طائرات الشحن في العالم. هنا في مصنع بوينغ استلمت القطرية طائرتها الجديدة من طراز 747، وتحمل صورة تميم المجد. هذه الطائرة ستساهم بشكل كبير في كسر الحصار الجائري على الدولة وتوفير الاحتياجات للمواطن والمقيم. This is to prove that Qatar Airways will keep on its expansion plans. هذا إثبات أن الخطوط الجوية القطرية مستمرة في استثماراتها والتوسع في مختلف مناطق العالم، وهذه الطائرة ستساعدنا في مجال الشحن من الدول المختلفة. القطرية لاعب مهم في كسر الحصار وإثبات للأشقاء أن حرية قطر لا يمكن المساومة عليها. قطر freedom cannot be violated by anybody. وتعتزم الخطوط الجوية القطرية مواصلة نهج الانفتاح نحو آفاق جديدة تحلق بها في شتى أنحاء العالم من خلال مسارات وخطوط جديدة باتجاه مدن ومطارات هامة، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية. We have plans to expand both cargo and passenger services. لدينا خطط للتوسع في مجال الشحن والركاب في الولايات المتحدة، ولدينا علاقات متميزة، ولدينا اتفاقيات عديدة هنا. وأعلننا عن توسعنا في سان فرانسيسكو ولاس فيغاس والعديد من المناطق التي سيتم الإعلان عنها قريبا. ويشكل هذا الإنجاز الضخم علامة مضيئة في تاريخ الخطوط الجوية القطرية، حيث يمثل أحد استثماراتها العملاقة من أجل تحقيق المزيد من الرفاهية والجودة لمستخدميها عبر العالم. مشروع الريل مشاهدي الكرام هو أكثر المشاريع كلفة على صعيد مشاريع النقل. اليوم نسبة الإنجاز الإجمالية في المشروع ناهزت 70% مع وصول نحو 16 قطاراً، وبدأت الشركة في تنفيذ الاختبارات التشغيلية الفعلية لها، والتي قد تمتد لفترة تتراوح من عام إلى عام ونصف للتأكد من توافر عناصر الأمان خلال الاستخدام الفعلي لهذه المنظومة، خاصة أنها أول قطارات في العالم تعمل من دون سائق. قبل سنين غير بعيدة ظهرت آلات العصر وبدأت تجوب أركان الدوحة وبقية المدن. هنا السيارات صنعت مساراتها بالطول والعرض، ومع مرور الوقت تكاثرت الطرق والدروب المهيئة للسفر. بعد كل هذه السنين الطويلة
وبعد أن تفرقت السبل وتناثرت الطرقات وتباينت الدروب والمسالك، عدنا إلى نقطة البدء، إلى الطريق الواحد الجامع بين كل الدروب، إلى طريق حديدي طويل يمتد فوق الأرض وتحت الأرض، إلى وسيلة نقل مريحة وصديقة حميمة للبيئة، وطريقة مثلى للتنقل تختصر الزمن والكلفة والجهد. إنه مترو الدوحة الفريد من نوعه. يعد مشروع سكك الحديد القطرية الريل أحد أضخم المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً لتعبر من خلاله قطر نحو تطبيق تكنولوجيا النقل الجماعي بهدف توفير قدرة نقل إضافية تساهم في نمو الاقتصاد. يهدف المشروع لتحسين نوعية الحياة والبيئة بنمط جديد من أنماط النقل في دولة قطر، بالإضافة إلى خلق فرص للتجارة عن طريق تأسيس عمليات تجارية أساسية كجزء من صناعة السكك الحديدية الجديدة. بدأت المرحلة الأولى من المشروع والتي تعرف بمرحلة الأعمال التمهيدية في سبتمبر من العام 2012، ومن المتوقع أن يكون الافتتاح النهائي للسكك الحديدية في العام 2019 للمرحلة الأولى من مترو الدوحة. يعتبر مترو الدوحة جزءاً لا يتجزأ من برنامج التطوير الخاص بشبكة سكك الحديد القطرية، ويتكون المشروع من 4 خطوط، وستتمكن شبكة المترو من تغطية أغلب مناطق الدوحة، كما ستتضمن خطوطاً لوسط المدينة والمناطق التجارية والسكنية الحيوية. عبر المدينة في وسط الدوحة سيكون المترو تحت الأرض، أما في الضواحي والأطراف فسوف يكون غالباً على مستوى سطح الأرض أو أعلى منها. تم تخطيط المشروع على مرحلتين، المرحلة الأولى والتي سيتم الانتهاء منها في العام 2019، سيكون طول خطوطها 84 كيلومتراً، ويقع 96 كيلومتراً منها تحت الأرض، و11 كيلومتراً فوق سطح الأرض، و4 كيلومترات على مستوى سطح الأرض. ويبلغ عدد محطات مترو الدوحة في المرحلة الأولى 37 محطة، أهمها محطة مشارب. بينما المرحلة الثانية لمترو الدوحة سيبلغ طول خطوطها 152 كيلومتراً، 47 كيلومتراً منها تحت الأرض، و76 كيلومتراً منها فوق سطح الأرض، و29 كيلومتراً منها على مستوى سطح الأرض، وسيبلغ عدد محطات المرحلة الثانية قرابة 56 محطة، وسيتم الانتهاء من إنشاء المرحلة الثانية بحلول العام 2026. تم تحديد 3 من محطات المترو 37 للمرحلة الأولى على أنها محطات نموذجية، وستعمل كمرجع لجميع المحطات لتسهيل عملية التفتيش والترخيص ولتدارك أي متطلبات أو ملاحظات قد تطرأ أثناء هذه المرحلة، بحيث يتم معالجتها في المحطات الأخرى. وهذه المحطات هي محطة القصار، وهي تابعة للخط الأحمر تحت الأرض، ومحطة الدوحة الجديدة التابعة للخط الأحمر جنوباً تحت الأرض، ومحطة المنطقة الاقتصادية التابعة للخط الأحمر جنوباً فوق الأرض. وقد شهدت أول محطة نموذجية وهي القصار تقدماً ملحوظاً في الأعمال المدنية والإنشائية، حيث تم إنجاز ما يقارب نسبته 98% في الشهر الماضي، وقد تم إتمام بناء مدخل المحطة، والعمل جار حالياً لإتمام التشطيبات المعمارية الداخلية، وتمت المباشرة في تركيب واجهات الجدران الداخلية. بالنسبة للمحطة الثانية وهي الدوحة الجديدة، فقد تم تركيب قضبان السكك الحديدية فيها، ويجري تجهيز غرف المعدات والنظم. كما شهدت المحطة النموذجية الثالثة المنطقة الاقتصادية تقدماً ملحوظاً بنسبة بلغت 78%. مشاريع الريل خلاقة بناءة، ستوفر أكثر من 104,000 فرصة عمل للقطاع الخاص، ويتوقع أن تصل العائدات المحتملة من هذه الفرص إلى 38 مليار دولار.
شركة قطر للبترول واصلت استراتيجية التوسع والتحديث لقطاع الغاز إنتاجا وتصديرا، وأعلنت قطر عن استهدافها زيادة إنتاج الغاز المسال إلى نحو 100 مليون طن سنويا من نحو 77 مليون طن حاليا. وستحافظ قطر على مكانتها كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم مع توسع استثماراتها العالمية وأسواقها الجديدة. ثروة طبيعية جديدة تضاف إلى مكتسبات قطر في مجال النفط والغاز. قطر للبترول تعلن أنها سترفع إنتاج الغاز من حقل الشمال بمقدار مليون برميل نفط مكافئ. مستويات إنتاج جديدة ستزيد إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 100 مليون طن سنوياً، وبزيادة بنسبة 30%. رقم مهول في عالم التصدير يجعل قطر الأولى في إنتاج وتصدير الغاز المسال عالمياً لعقود قادمة. إن هذا المشروع الجديد سوف يعزز مكانة قطر الرائدة في صناعة الغاز العالمية، وسيمد الأسواق العالمية باحتياجاتها المتزايدة من الغاز الطبيعي المسال كأفضل وقود إحفوري صديق للبيئة. كما سيساهم هذا التوسع في الإنتاج بشكل كبير لزيادة موارد الدولة، ويساهم في تحفيز الاقتصاد وفي عملية التنمية الشاملة للبلاد وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في ظل القيادة الحكيمة لسيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه. المشروع الجديد سيضاعف فيه الإنتاج ليصل إلى 4 مليارات قدم مكعب من الغاز يومياً، وهو ما يشكل زيادة تبلغ 20% من معدل الإنتاج الحالي لحقل الشمال، أو ما يعادل حوالي مليون برميل نفط مكافئ يومياً. وسيتم الانتهاء من المشروع خلال 5 إلى 7 سنوات، وسيصل إنتاج دولة قطر إلى حوالي 6 ملايين برميل نفط مكافئ يومياً. وسيعزز المشروع مكانة قطر الرائدة في صناعة الغاز العالمية، كما سيمد أسواق الطاقة باحتياجاتها المتزايدة من الغاز الطبيعي المسال كوقود موثوق وصديق للبيئة. كما سيعزز هذا التوسع في الإنتاج موارد الدولة، وسيساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وفي عملية التنمية الشاملة للبلاد وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. على صعيد أسواق الغاز القطري، فالمنافسة الشريفة جعلت من قطر مسؤولة عن تأمين 35% من احتياجات الأسواق العالمية في 5 قارات. شعلة قطرية تضيء العالم، كيف لا وهي المسؤولة عن تزويد 5 ملايين منزل في بريطانيا بالإضاءة، وهي المسؤولة أيضا عن تزويد الإمارات ب30% من احتياجاتها من الكهرباء، وهي المزود الرئيسي أيضا للمحركات والمصانع ومحطات الكهرباء في أكبر وأنجح الدول الصناعية في آسيا. مساهمة عالمية رسمتها خطة استراتيجية وضعتها قطر للبترول للنمو ولتحقيق أهدافها بأن تصبح واحدة من أفضل شركات النفط والغاز الوطنية في العالم، بجذور عميقة في قطر وحضور عالمي متميز. احنا عملنا ماشيين فيه، لما يكون عندنا مشروع نبي نشرع فيه ونشتغل فيه نعلن عنه في الوقت اللي يناسبنا، ما له أي علاقة بتوقيت الحصار أو إمتى الحصار. عندنا إعلانات جاية بعد يعني في قبل نهاية السنة راح نعلنها في الوقت المناسب بالنسبة لنا، لكن ما له علاقة في الحصار. أهداف نبيلة في الشراكات العالمية تبنى على الأخلاق لا على المواقف السياسية، رافعة شعار أنا معكم للوصول لأعلى مستويات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والتنمية البيئية المستدامة وفي رقي مجتمعاتكم وأممكم. ستشرع قطر في تشغيل مشروع بارزان للغاز في العام 2018. هذا المشروع الذي تكلف 10 مليارات دولار. إنتاج بارزان والانتعاش المتوقع لإنتاج المكثفات من شأنهما المساعدة على زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال السنوات القادمة. استلهاما من ماض تاريخي ثري، يرمز مشروع بارزان للغاز إلى الفرص المتاحة اليوم لتعزيز التنمية بدولة قطر لأجيال قادمة. اليوم وكما كانت قطر في الماضي تستمد ثروتها العظيمة من البحر، إلا أن حصادها يختلف الآن، فهي لا تحصد اللآلئ بل الغاز الطبيعي. عهدت قطر للبترول وإكسون موبيل بمهمة إنشاء هذا المشروع الكبير لدولة قطر إلى شركة راس غاز، نظراً لسجلها الحافل في تنفيذ مشاريع الطاقة الكبيرة الحجم وفقاً لأعلى مقاييس السلامة والجودة لتقديم الطاقة النظيفة من قطر إلى قطر.
عملية الإنتاج المتكاملة تبدأ من حقل الشمال العملاق على بعد 80 كيلومتراً، 30 بئراً تغذي 3 منصات لرؤوس الآبار، تدار عن بعد لإنتاج 1,900,000,000 قدم مكعب قياسي من الغاز الخام يومياً. باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية وقوة عاملة عالية الكفاءة ملتزمة بالتميز، تتأكد المكانة العالمية لمشروع برزان للغاز. انعكست طموحات دولة قطر الاقتصادية والتنموية على موازنة العام 2018 التي اعتمدها سمو أمير البلاد المفدى والتي لم تتأثر بالحصار. ركزت الموازنة على استكمال المشاريع الكبرى وتلك المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، بالإضافة لدعم مشاريع الأمن الغذائي والصناعات المحلية، مع استمرار دعم المشاريع التي تعزز مصادر الدخل غير النفطية. سيبلغ الإنفاق في الموازنة حوالي 55,400,000,000 دولار مقابل إيرادات بقيمة 47,700,000,000 دولار، مسجلة بذلك ارتفاعا بحوالي 3% مقارنة بإيرادات العام 2017. تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى التي أوصت بتحقيق الكفاءة في الإنفاق الحالي مع الحفاظ على المخصصات اللازمة لتنفيذ المشاريع الرئيسية المعتمدة والتي تساهم في تعزيز جهود التنمية بدولة قطر، وفي أبلغ رد على حجم الضرر الاقتصادي الذي استهدف الدولة منذ بدء الحصار الجائر. قطر تعلن موازنتها واستراتيجيتها القادمة من خلال استمرار الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى واستكمالها دون أدنى تأثير للحصار. موازنة قطر 2018 تخالف توقعات الرياض وأبوظبي والمنامة التي استهدفت خلال 6 شهور ماضية الاقتصاد القطري بهدف التراجع عن مشاريع عملاقة، منها ما يتعلق بمونديال كأس العالم 2022 أو التوقف عن إقامة مشاريع جديدة. فحسب الموازنة ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 2.9% لتصل إلى 175,100,000,000 ريال مقارنة مع تقديرات الإيرادات في العام 2017، وتم اعتماد تقديرات متحفظة لمتوسط أسعار النفط في موازنة العام 2018 عند مستوى 45 دولاراً للبرميل، وهي نفس تقديرات أسعار النفط في موازنة العام 2017. واستمرت مخصصات الباب الرابع المشروعات الرئيسية عند نفس مستوياتها تقريباً، حيث بلغت 93,000,000,000 ريال مقابل 93,200,000,000 ريال في موازنة السنة المالية 2017. واستحوذ الباب الرابع على أكبر حصة بنسبة 45.8% من إجمالي المصروفات، وقد بلغت مخصصات القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والمواصلات 83,500,000,000 ريال، وهو ما يمثل 41% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة. ومن المتوقع توقيع عقود مشاريع جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 29,000,000,000 ريال خلال العام 2018، ما سيعزز النمو في القطاعات غير النفطية. استحوذت مشاريع المواصلات والبنية التحتية على أكبر حصة من المصروفات في الموازنة العامة لسنة 2018، حيث بلغت 42,000,000,000 ريال، وهو ما يمثل 21% من إجمالي المصروفات. كما استحوذ قطاع الرياضة والمشاريع المرتبطة ببطولة كأس العالم 2022 على 11,200,000,000 ريال، وذلك لاستكمال الإنشاءات في الملاعب التي ستستضيف المباريات والتي تتضمن ملعب لوسيل وملعب مؤسسة قطر وملعب الريان وملعب الوكرة وملعب الخور. مشاهدينا الكرام، مشاريع عديدة أنجزت خلال العام 2017، أبرزها مشروع لوسيل، أضخم مشاريع شركة الديار القطرية، مدينة شاملة التخطيط وهي تعبر عن مدى التقدم الذي حققته قطر على نطاق واسع، وتعد المدينة أضخم مجمع مستقل يجري بناؤه في دولة قطر، وهي تجسد رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التطوير العقاري.
قطاع منطقة المارينا، وعندنا منطقة جبل فعيلة بالخرايج، ركية، منطقة القطريين في الشمال، عندنا الجزر 4 جزر، عندنا سيف لوسيل والشارع التجاري. كل منطقة تجذب نوع معين من المستثمرين أو المطورين. منطقة المارينا منطقة هاي رايز أو الارتفاعات عالية، أبراج فيها طبعا السكني، وفيها السكني خلنا نقول اللي هو راح تجذب ذوي الدخل خلنا نقول العالي، وعندنا طبعا الأبراج التجارية، وعندنا طبعا من ضمنها محلات تجارية اللي تخدم المنطقة. عندنا منطقة جبل ثعيلب من الميد إلى الهاي، أو من الدخل المتوسط إلى الدخل العالي، وفيها جميع الخدمات المطلوبة سواء كان المحلات التجارية، المدارس وكذا. طبعا المدارس متقسمة أو موزعة في جميع قطاعات أو مناطق الوسيل، سواء كان في منطقة المارينا إلى منطقة الشمالية، منطقة القطريين أو المحددة للقطريين في المنطقة الشمالية. المدينة فيها كل الخدمات، سواء يعني مثل ما ذكرت المدارس، عندنا كلينكس أو المراكز الصحية، عندنا المناطق التجارية، المولات، المناطق الترفيهية. طريق لوسيل السريع أحد أهم الطرق الاستراتيجية ضمن شبكة الطرق والأنفاق والجسور في قطر. تم افتتاح المشروع وتدشين أقواس تقاطع 5-6، ذلك المعلم الشامخ الذي يجسد أيقونة للإبداع والإنجاز الهندسي. هذا الطريق يربط قلب الدوحة بمدينة لوسيل، وستستغرق المسافة من مطار حمد الدولي إلى مدينة لوسيل حوالي 25 دقيقة. النجاح ليس صدفة، إنه رؤية طموحة وقيادة تؤمن بقدرات أبنائها. تحقيق الأهداف يتطلب إصراراً وتفانياً وخبرات محلية وعالمية اتحدت لتحول الرؤية إلى واقع. من هنا انطلقت لإنجاز طريق سريع يمتد على الواجهة البحرية للدوحة بتصميم معماري مستلهم من التراث البحري القطري. طريق لوسيل السريع، بوابة مدينة لوسيل، إحدى عناصر الاستثمارات لدولة قطر، ومقر أحد الملاعب الرئيسية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وحلقة الوصل التي تربط أهم الوجهات السياحية والتجارية بمطار حمد الدولي. فمع افتتاح طريق لوسيل السريع، لن يستغرق الوصول من مطار حمد الدولي إلى مدينة لوسيل واللؤلؤة وكتارا 25 دقيقة. على مشارف طريق لوسيل تظهر الأقواس راسخة شامخة تبرهن للعالم أن قطر ماضية نحو تحقيق رؤيتها متخطية التحديات. تطلب بناء هذا المعلم الشامخ، والذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 100 متر ويزن أكثر من 9,000 طن من الحديد، تطلب تركيب 54 قطعة فولاذية ضخمة على مدار 10 أشهر. تتكامل الأقواس مع التصميم المعماري لطريق لوسيل، فعناصر التصميم اختيرت بعناية لتعكس التراث القطري البحري لحرفة الغوص على اللؤلؤ. الجداريات التي تزين أنفاق المشروع مستوحاة من شكل شبكة الصياد، وتلوح بلونها الأزرق كتموجات الشبك تحت الماء. أعمدة الإنارة أيضا اختيرت لتتماشى مع التصميم، وستضيء باللون الأزرق على امتداد الطريق،
مسيرة تنفيذ طريق لوسيل الذي يمتد لخمسة كيلومترات ترافقت مع تحديات هندسية عديدة، فأعمال الحفر والتنفيذ الضخمة لإنشاء الأنفاق والجسور متعددة المستويات التي تضمنتها تقاطعات الطريق الثلاث بالإضافة إلى إنشاء الجسرين المائيين تمت بالكامل دون إيقاف الحركة المرورية. لم تقتصر أعمال طريق لوسيل السريع على الجسور والأنفاق، فأعمال المشروع ضاربة في أعماق الأرض، فعلى عمق 30 مترا من سطح الأرض تم حفر الأنفاق المتكاملة للخدمات على امتداد 6 كيلومترات لتستوعب شبكة الكهرباء والاتصالات وأخرى لشبكات تصريف المياه السطحية، بما يتيح تنفيذ أعمال الصيانة دون الحاجة لأي حفريات في المستقبل، بالإضافة إلى إنشاء نفق للمترو تحت الأرض والذي سيعبر تحت الجسر المائي. قد تم استخدام أكثر من 75 ألف طن من الحديد المسلح وأكثر من 345 طن من الإسفلت في تنفيذ المشروع بمشاركة أكثر من 4000 عامل. بينما نشهد اليوم اكتمال هذه الأيقونة المعمارية على امتداد الواجهة البحرية لمدينة الدوحة، نبرهن للعالم بأننا ماضون نحو تحقيق أهدافنا. تسير أعمال ثمانية ملاعب مرشحة لاستضافة مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 بوتيرة سريعة استعداداً لاستقبال أول نسخة لكأس العالم تحتضنها منطقة الشرق الأوسط. اللجنة العليا للمشاريع والإرث استطاعت خلال العام 2017 إنجاز نسبة كبيرة من الأشغال في هذه الملاعب، نرصدها وإياكم. الخزانات الكبرى الذي تنفذه المؤسسة القطرية للكهرباء والماء هو أكبر مرفق لتخزين مياه الشرب في منطقة الشرق الأوسط والعالم أيضا، ويشمل خمس خزانات كبرى موزعة على خمس مناطق في الدولة. المشروع سيوفر سعة تخزين لمدة 7 أيام بمعدل الاستهلاك العادي، وسيتم ربط جميع هذه الخزانات وتوصيلها مع الخزانات الموجودة حاليا لتكون شبكة قادرة على توفير إمدادات كافية من المياه للدولة بسهولة ومرونة.
أيضا مشاهدينا الكرام، قطاع التعليم والذي حظي بمخصصات كبيرة ضمن موازنة الدولة خلال الأعوام الماضية، فقد حقق هذا القطاع العديد من الإنجازات ووضع الدولة في مقدمة الدول المتميزة في مجال التعليم على المستويين العالمي والعربي. قطاع التعليم في قطر حافل بإنجازات يشهد العالم لها، إنجازات تبرز اهتمام الدولة الكبير بهذا القطاع، انطلاقا من الإيمان الراسخ بأهميته والحرص على رفع جودته كونه أحد الركائز الأساسية في التنمية البشرية. صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر كان لها دور رئيسي في دعم هذا القطاع محليا وإقليميا ودوليا، إذ أطلقت سموها مشاريع عدة لدعم التعليم، كما رعت العديد من المؤتمرات في هذا القطاع وأبرزها مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم وايز الذي يعقد مرة كل عامين ويجمع تحت مظلته نخبة من الخبراء من شتى أرجاء العالم. يحاصر قطر منذ 5 يونيو الماضي في وقت أراده البعض أن يكون صعبا علينا وما كانت صعوبته إلا عليهم، وقد أرادوا أن نتغير ونغير نهجنا وما تغيرنا وما غيرنا. حفل لم الشمل الذي تقيمه جامعة قطر سنوياً لخريجيها صورة مشرقة أخرى تظهر مدى اهتمام الدولة بقطاع التعليم. الحفل هذا العام شهد تكريم سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجائزة الخريج المتميز. جامعة قطر حققت أيضاً إنجازات لافتة وتصدرت تصنيفات معروفة عالمياً، فطبقاً لتصنيف QS لعام 2018 للجامعات الحديثة حلت في المركز 37 عالمياً ضمن أفضل 50 جامعة وفي المرتبة الأولى عربياً في التصنيف ذاته. دولة قطر تتيح أيضاً الفرصة لطلابها وطلاب المنطقة الانتساب إلى إحدى الجامعات العالمية، فالمدينة التعليمية تضم 8 أفرع لكليات عالمية، 2 منها أمريكية و4 بريطانية و2 فرنسية. وبموازاة اهتمام الدولة بالتعليم العالي، توفر تعليماً عالي الجودة لطلبة المدارس، إذ يتخطى عددهم وفقاً لتقرير أصدرته وزارة التعليم والتعليم العالي في مايو الماضي 300,000 طالب وطالبة، منهم أكثر من 122,000 في المدارس الحكومية وأكثر من 180,000 في المدارس الخاصة، فيما بلغ المجموع الكلي للمدارس أكثر من 840 مدرسة وروضة. تزود هذه المدارس بكوادر تدريسية كفؤة، وتركز الدولة حالياً على تأهيل المواطن القطري في هذا القطاع، إذ تم تعيين 164 معلماً ومعلمة قطرية مطلع العام الدراسي الجاري بعد أن أكملوا برامج رائدة في الإعداد التربوي، في خطوة تؤكد مضي الدولة بتطوير هذا القطاع ورفده بالكفاءات المحلية المدربة. شهد القطاع الصحي في الدولة جهوداً مكثفة لمزيد من الارتقاء بمعايير الرعاية الطبية المتكاملة، وقد افتتحت في مختلف أرجاء الدولة مراكز صحية جديدة لتقدم خدمات صحية متعددة لمختلف شرائح المجتمع. وقد سجلت مخصصات القطاع في موازنة العام 2018 ما يقارب 23 مليار ريال، وتشمل هذه الموازنة توسعات للرعاية الصحية الأولية ومستشفيات الطوارئ، وتوسعات أيضاً في المنشآت والمرافق التابعة لحمد الطبية ومراكز صحية جديدة بتكلفة 2.9 مليار ريال. يشهد القطاع الصحي في الدولة جهوداً مكثفة لمزيد الارتقاء بمعايير الرعاية الطبية المتكاملة من خلال تطوير إمكانيات القطاع البشرية والمادية، وفي هذا السياق حققت وزارة الصحة العامة توسعاً شاملاً من خلال زيادة أعداد المنشآت الصحية والقوى العاملة خلال الآونة الأخيرة. افتتحت 9 منشآت صحية جديدة، كما تم استكمال عمليات التجديد والتوسعة ل7 منشآت صحية. حالياً يوجد 63 مشروع متفاوت في المراحل، منها المراحل الخاصة بالتصميم وكذلك التخطيط والإنشاء. لقد أعطت الوزارة المناطق السريعة النمو على مستوى الدولة
في تطوير الخدمات الصحية، وذلك من أجل ضمان الانتفاع التكافؤي، فلقد خصص ما نسبته 39% من هذه المشاريع للمناطق خارج الدوحة. وزارة الصحة وشركائها يولون اهتماماً كبيراً لمعايير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وهو ما تترجمه الأرقام والإحصائيات. لقد أصبحت مؤسسة حمد الطبية أول نظام للرعاية الصحية على مستوى العالم، تكون جميع مستشفياته معتمدة من قبل اللجنة المشتركة الدولية. وفي هذا العام 2017 تم تحقيق الاعتماد الماسي لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية من قبل الاعتماد الكندي الدولي، ونحن إن شاء الله في القريب العاجل سيكون هناك الاعتماد الدولي الآخر لمركزنا. المجال البحثي أيضاً حظي باهتمام كبير، حيث انتظم على مدار العام عدد من المؤتمرات العالمية، أهمها مؤتمر السكري والغدد الصماء وغيرها من المنصات البحثية التي كانت منبراً لتبادل الخبرات. هذا بالإضافة إلى المستوى الأكاديمي المتطور الذي تتمتع به المؤسسات الجامعية والبحثية في الدولة لإعداد كادر طبي في مختلف التخصصات. إنجازات عدة سجلها القطاع الصحي بالدولة تأتي ضمن الخطة التوسيعية التي طبقتها الوزارة تماشياً مع سعيها الدائم للتطوير والارتقاء بمستوى خدماتها. محطة أم الحول للطاقة واحدة من المشاريع الاستراتيجية للدولة، والتي شهدت خلال العام 2017 اكتمال إنجاز 93% من أعمالها. المحطة تعتبر واحدة من كبرى محطات التحلية والتوليد في المنطقة، وبتكلفة تناهز 11 مليار ريال، وبطاقة إنتاجية تبلغ 136 مليون جالون من المياه يومياً، و2520 ميجاوات من الكهرباء. حالياً احنا ننضخ في الشبكة العامة للدولة 1620 ميجاوات و 60 مليون جالون من المياه. القدرة الإنتاجية 2220 ميجاوات و 136 مليون من المياه، مليون جالون من المياه. الشركات الإنشاء الأجنبية عندنا هي سامسونج وهيتاشي زوسن، والمؤسسين عندنا من الطرف الأجنبي المستثمر الرئيسي عندنا اللي هم المتسوبيشي. غرفة تجارة وصناعة قطر استطاعت خلال العام 2017 من صياغة منظومة جديدة في ظل الحصار للتسهيل على الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين، كما صاغت الغرفة العديد من الحلول الجذرية للقطاع الخاص بالتعاون مع الجهات الرسمية في الدولة للحيلولة دون أي تعطيل لأعمالهم ولضمان تسهيل مهام المستثمرين. تودع غرفة تجارة وصناعة قطر العام 2017 الذي يوشك على الانتهاء باعتباره واحدا من أهم أعوام الإنجاز في تاريخها، سواء على مستوى ريادة مجتمع الأعمال القطري أو القطاع الخاص ككل. فقد استطاعت الغرفة أن تستكمل خلال هذا العام سيرتها في اتجاه تحقيق رؤية قطر 2030 في الجانب المتعلق منها بالقطاع الخاص والتنويع الاقتصادي. ولعل آخر هذه الإنجازات
بل وأعظمها على الإطلاق معرض صنع في قطر الذي تفضل بافتتاحه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى بمشاركة أكثر من 320 شركة و140 أسرة منتجة. المعرض نجح في استقطاب أكبر عدد من الزوار، حيث زار المعرض أكثر من 18 ألف زائر، وهو رقم قياسي لم يحدث من قبل، فكان بمثابة صفعة في وجه الحصار المفروض على البلاد. ومنذ اليوم الأول للحصار تحولت غرفة قطر إلى ساحة عمل لا تعرف الراحة، حيث سارعت إلى التحرك في كل الاتجاهات للحفاظ على تدفق السلع والمنتجات ومحاولة حل أي عوائق أو أضرار لحقت بالمستوردين جراء الحصار، وذلك من خلال عدد من الآليات، منها على سبيل المثال لا الحصر. تواصلت الغرفة مع التجار منذ اليوم الأول للحصار بهدف إيجاد بدائل جديدة استيراد السلع خاصة الغذائية بشكل عاجل. شكلت الغرفة لجانا مختصة لمعالجة كافة المعوقات لضمان استمرار تدفق السلع من الخارج دون توقف أو انقطاع. تواصلت الغرفة مع التجار المحليين وتم تحديد المخزون الغذائي واللوجستي لدى القطاع الخاص. التأكيد على التجار بعدم تحميل المستهلك أي تكاليف إضافية جراء ارتفاع بعض رسوم الشحن. قامت الغرفة بالتوسع في إيجاد وجهات جديدة للاستيراد، فقامت بعمل الزيارات مع دول شقيقة وصديقة، حيث زار وفد الغرفة كلا من سلطنة عمان وباكستان وتركيا بهدف إتاحة الفرصة لعقد صفقات وشراكات بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من تلك الدول. لقد قامت غرفة قطر بالعديد من المبادرات لدعم المنتج الوطني، سواء من خلال حث المجمعات التجارية على عرض المنتجات الوطنية بشكل بارز وإعطائه الأولوية في الترويج، أو من خلال إقامة المعارض التي تدعم المنتج الوطني مثل معرض الغذاء والدواء ومعرض منتجات منازلنا. كما نظمت الغرفة في الدوحة النسخة الثالثة من معرض صنع في الصين بمشاركة أكثر من 100 شركة صينية. غرفة قطر اليوم صورة من قطر الصمود، إنجازات تتعدى الحدود وآمال تسابق المستقبل رغم الحصار الجائر. مشاهدينا الكرام، كل ما شاهدناه من مشاريع وإنجازات خلال عام 2017 وهو عام استثنائي، عام نصف أيامه حصار، لكنه في الواقع أفضل الأعوام إنجازاً لقطر. أسرع وتيرة لإنجاز المشاريع كانت خلال هذا العام، وأسرع قوانين وتشريعات تصاغ وتطبق كانت أيضاً خلال هذا العام. نعم محمد، مشاهدينا الكرام، إذن يمر العام 2017 ويمضي حاملاً معه ذكرى أهم المشاريع. 2018 ستشهد جني ثمار حصاد زرعته الحكومة بغية تحقيق رؤيتها وللخروج سريعا من تداعيات الحصار الجائر. 2018 ليست سنة عادية، فما سنشهده فيها من افتتاح لمشاريع عملاقة على كافة المستويات سيؤكد مكانة الدولة وريادتها أيضا اقتصاديا وسياسيا. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. إلى اللقاء.